أهلا بكم من جديد إلى دائرة الشرق. قال مسؤول عسكري سوداني إن لجنة التحقيق في فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش طلبت مثول أعضاء المجلس العسكري أمامها، فماذا نعرف عن هذه القضية؟ وسط المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني السابق عمر البشير آنذاك، نظم عدد من المحتجين اعتصاما في محيط قيادة الجيش في الخرطوم. استجابة لمطالب الحراك والمعتصمين، أعلن الجيش السوداني عزل عمر البشير في أبريل عام 2019 وشكل مجلسا عسكريا لإدارة شؤون البلاد. تشكيل المجلس العسكري أثار حفيظة المعتصمين الذين قرروا مواصلة اعتصامهم وتحول مطالبهم هذه المرة لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. ولكن في 3 يونيو سنة 2019 دخلت قوات مسلحة مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش في الخرطوم لفضه، وبالفعل تم فضه. فض الاعتصام بالقوة تسبب بمقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة مئات آخرين. وفي 14 يونيو عام 2019 أقر المجلس العسكري بأنه من أمر بفض الاعتصام، لكنه قال إن بعض الانحرافات حدثت أثناء عملية الفض. وفي سبتمبر 2019 تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين أمام قيادة الجيش. واليوم أكد مسؤول عسكري سوداني تحديد 16 من الشهر الجاري موعدا لمثول قادة عسكريين كشهود أمام هذه اللجنة. إذن دعونا نعود قليلا إلى الوراء، نعود عاما وأكثر، وهو الوقت الذي مر على أزمة فض الاعتصام في الخرطوم، لنتابع أبرز محطاتها. كان يوم 3 يونيو عام 2019 يوما داميا في تاريخ السودان، حين اقتحمت مجموعات مسلحة مقر اعتصام المتظاهرين أمام مبنى قيادة الجيش، ما تسبب في مقتل ما يزيد على 100 شخص. وفي اليوم التالي أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة بطلب من ألمانيا وبريطانيا. وبعد 6 أيام من الواقعة، أعلنت السلطات السودانية أن وحدات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع متورطة في الحادث، لكنها نفت أن تكون قد تلقت أوامر رسمية بفض الاعتصام. وفي 23 من سبتمبر من العام نفسه، أصدر رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمادوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الاعتصام. وبعد مرور أقل من عام، وتحديدا في 19 من يوليو 2020، بدأت لجنة التحقيق التي يرأسها المحامي نبيل أديب تحقيقاتها مع مسؤولين في الدولة. وفي 12 من نوفمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة في السودان العثور على مقابر جماعية ترجح بياناتها أن تكون لبعض ضحايا فض الاعتصام الذين فقدوا آنذاك. طبعا هذه القضية أثارت الشارع السوداني بشكل كبير، وتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي قضية دائما تثير هذا الجدل. هذا آدم يوسف طرح تساؤلا هاما بشأن استدعاء العسكريين وقال: هم شهود ولا متهمين؟ أما إبراهيم حماد على تويتر فقال: انسوا القضية دي مبيوعة من قبل فض الاعتصام وباتفاق وتنسيق محكم، وما في لجنة حتطلع شيء قبل الفترة حتطلع شيء قبل الفترة الانتقالية. إذن أنتم مشاهدينا رأيكم مطلوب معنا في هذا الملف على sharq.com/vote. سألناكم حول الملف الأول الذي تحدثنا فيه هذه الساعة عن فرنسا والجزائر. فرنسا التي أجلت فتح أرشيفها، الأرشيف الجيش أو أرشيف الدفاع السري فيما يتعلق في الجزائر، وسألناكم لماذا برأيكم قامت بهذا؟ هل هو لإخفاء الجرائم التي يمكن أن تكون ارتكبتها في أثناء استعمارها للجزائر، أم هو أنها تعتبرها قضية سيادية بمعنى أنه أرشيفها السيادي؟ يبدو أنه حتى الآن 80% يعتقدون بأن فرنسا رفضت نشر الأرشيف السري لجيشها بخوفاً
من فضح جرائمها أي لإخفاء الجرائم. على كل ما زال التصويت معكم إذا كنتم توافقون أو لا. الشرق.com/vote بانتظاركم. وهذه الصورة المشفرة على اليمين الشاشة إذا استطعتم أن تأخذوها على كاميرات هواتفكم النقالة سوف تجدون نفسكم في موقع الرابط. وحول إذن الخرطوم و قرار المسؤول العسكري السوداني للجنة التحقيق في فض الاعتصام بمسؤول بعض أعضاء المجلس العسكري أمامها. أعود وأقرأ الخبر فقط للتذكير. ابتداء من 16 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، هذا معي السيد معتز السيد خالد الفكي الكاتب والصحفي معنا من الخرطوم. أهلا بك سيد خالد معنا في دائرة الشرق. حقيقة ربما السؤال بالفعل هو الذي رأيناه على مواقع التواصل الاجتماعي، يسأل استدعاء أعضاء من المجلس العسكري بتهم ولا كشهود لفض الاعتصام؟ نعم أعتقد بأن لجنة التحقيق في فض الاعتصام والأحداث التي جرت في 30 يونيو 2019 يعني على حسب اللوائح والقانون الذي منح لها، لها حق استدعاء كافة من ترى أنه يمكن أن يكون صاحب شهادة أمام اللجنة ويعني يساعد في سير إجراءات التحقيق بما في ذلك القيادات العسكرية الرفيعة، سواء كان في المجلس السيادي أو العسكرية والأمنية والشرطية. يعني خلال 48 ساعة الماضية هناك جدل كثيف في استدعاء الفريق أول كباشي باعتبار أنه يعني صرح عقد فض الاعتصام بأن المجلس العسكري هو من أمر في وقت سابق على حسب المؤتمر الصحفي الذي عقده في ذاك الوقت بأن فض الاعتصام جاء وفق موافقة الجهات المسؤولة في ذاك الوقت بالمجلس العسكري. أي. إلا أنه غضون 48 ساعة أيضا خرج رئيس لجنة فض الاعتصام المحامي أديب ليقول بأنه تم اختار كباشي بمواعيد مسؤوله للأخذ بإفادته، وسبق ذلك بيوم خلال مقابلة تلفزيونية قال الكباشي بأنه ينتظر معرفة من فض الاعتصام. إذن الآن الشارع السوداني في لهفة لمعرفة التحقيق، وخاصة مع المكون العسكري حيث أن هناك اتهامات كانت قد طالت في وقت سابق الشق العسكري بأنه هو وراء فض الاعتصام، والشعب السوداني هو الآن يريد أن يتعرف على الحقائق والنتائج. هو بالتأكيد يريد. هل هو مرتاح سيد خالد لمجرى الأمور حتى الساعة مع هذه التصريحات؟ هل تبدو تصريحات سائرية تخويفية ترهيبية أم هي بالفعل تسعى للحقيقة؟ يعني حتى هذه اللحظة هناك عدم ارتياح من الشارع السوداني حيال لجنة التحقيق وبطء الإجراءات المتعلقة بهذا هذه الاحداث التي وقعت. واللجنه في كل مره تعلن عن مواعيد وتؤخر اعلان النتائج، يعني واستمر عملها لوقت طويل جدا، واللجنه تقول انها استعانت بجهات اقليميه على راس الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بالجوانب الفنيه المتعلقه ب التعرف على بعض الفيديوهات، إلا أن الشارع السوداني يعني طاله الملل، خاصة أسر الشهداء وذوي المفقودين هم الآن في أحر المواعيد للتعرف على الحقائق. على العموم ما يجري الآن في
في هذه اللجنه اصبح يعني شبه مبهم وغير واضح الملامح، وهناك سلسله من الاجراءات البطيئه جدا في عمل اللجنه، وكثير في يعني اكثر من مناسبه يخرج اسر الشهداء وكثير من الثوار وكثير من الجهات الداعمه والمسانده للثوره، لان هناك من يقف ويريد ان يعطل سير هذه اللجنه ويعمد الى 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 المماطله واتخاذ اساليب قد تضيع حق الشهداء والمفقودين والجرحى. شكرا لك سيد خالد الفكي الكاتب والصحفي، حدثنا من الخرطوم.